Oh my god. اول احنا شركه مصفات البترول ترحب بالوفد الصحفي من خلال المؤتمر الصحفي واطلاع الصحفيين على محطه غاز عمان لاطلاعهم على خطوط مراحل تعبئه الاسطوانات، ومن خلال اطلاعهم على مراحل تعبئه الاسطوانات وتاكد من فحص النظري والفحص العملي التي تمر في مراحل الاسطوانات. الفحص النظري نتاكد قبل التعبئه مباشره، نقوم من خلال الفريق الفني في 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 فرز الاسطوانات التي بحاجه الى اصلاحات، وثم تمر المرحله الثانيه بمراحل التعبئه، حتى في مراحل التعبئه الاسطوانات، ثم نتاكد من بعد التعبئه بالفحص العملي من خلال بركه الفحص، ونتاكد من سلامه الاسطوانه امنه في المحطه. محطه غاز عمان الطاقه الانتاجيه لها خلال 24 ساعه 120 الف اسطوانه يوميا في خلال موسم الشتاء. تغطي الخمس محافظات من الجنوب، من العقبة لمحافظة الجنوب كاملة. يا سيدي، احنا مصفات البترول اليوم نظمت جولة للإخوة الإعلاميين والصحفيين على محطة غاز عمان بأبو علندا، بهدف إطلاعهم على الآلية اللي بتقوم فيها المصفاة بالتعامل مع اسطوانة الغاز عند استلامها من الإخوة الموزعين، حيث يتم إخضاعها قبل
التعبئة لفحوصات دقيقة من قبل كوادر فنية مؤهلة بالشركة. أي أسطوانة يكتشف إنها غير صالحة من خلال جسمها أو صمامها أو حتى شكلها العام بتم استبعادها وبتم عليها إجراءات فحص. الإشي اللي بده تغيير صمام بتم تغييره، واللي بدها دهان بتم دهانها، والأسطوانة اللي لا يمكن إنها تكون قابلة للتداول بتم عزلها، وفي لجان بتم يعني اتخاذ قرار بشان شطبها نهائيا من التداول. فيما يتعلق بإجراءات الفحص اللي بتتم على اسطوانة الغاز قبل التعبئة، بتم على شكل الاسطوانة، على صمام الاسطوانة، وعلى الانبعاجات اللي بتكون بالاسطوانة، وعزل اي اسطوانة قلنا انه غير قابلة للتداول. هلا اي اسطوانة بتجتاز المرحلة هذه بتخضع بعد ذلك لعملية التوزيع بشان نعرف قديش وزنها فارغ قبل عملية التعبئة بالسائل المسال. عند التعبئة بتم تعبئة الأسطوانة 12 كيلو نص صافي آليا من خلال الأجهزة بدون تدخل عامل بشري بالموضوع، ومن ثم بتم فحصها بعد التعبئة ببرك الماء مشان التأكد من أنه الأسطوانات ما فيها تنفيسات. أي أسطوانة بيكون فيها تنفيس برضو بتم استبعادها. إذا كل الأسطوانات معبية وما فيها مشاكل بتطلع لموضوع الختم الانكماشي وبعدين تحميلها بسيارات الأخوة الموزعين. بحب أحكي شغلة إنه مصفات البترول مسؤوليتها عن أسطوانة الغاز مدام الأسطوانة موجودة ضمن حدود محطات التعبئة الثلاث اللي هن مملوكات لمصفات البترول. محطة أبو علندا اللي احنا موجودين فيها حاليا، في عنا محطة غاز بالموقع، في عنا محطة غاز بإربد صلاح الدين اسمها. غالبية تعبئة الأسطوانات بتم من محطة غاز عمان، يعني خلينا نقول ثلاث أرباع استهلاك المملكة بتم بمحطة غاز عمان. يعني احنا خلال الشهرين الماضيات عبينا حوالي 7,600,000 أسطوانة، منهم حوالي 4,100,000 أسطوانة بمحطة غاز عمان. محطة غاز الإربد كان فيها حوالي 2,100,000، ومحطة غاز الموقع 1,400,000. إجراءات السلامة يعني من أولويات العمل الموجود بشركة مصفات البترول، وشعار شركة المصفاة السلامة أولا، السلامة أولا لموظف الشركة، لمعدات الشركة، وبالتالي لمنتجات الشركة اللي بتنتجها واللي بتخرج بالنهاية للتداول بالسوق المحلي، سواء مشتقات نفطية وأهمها اللي هو الغاز. هلا الغاز أسطوانة مجرد ما تحملت بسيارات الموزعين وخرجت من حدود المحطات التعبئة تخرج من نطاق مسؤولية شركة مصفات البترول، وتصبح متابعة الأسطوانة والمادة اللي فيها وسلامة التعامل مع هاي الأسطوانة من خلال وكالات الغاز أو من خلال مراقبة الأسعار. يا سيدي أنا زي ما حكيت لك مصفات البترول الأردنية ما عندها صفة الضابط العدلية إنها تراقب الأسواق أو تتخذ أي إجراء مع أي وكالة غاز أو موزع غاز بالمملكة. هذه من مسؤولية مؤسسة المواصفات والمقاييس، يعني واللي هم بيقوموا بدورهم على أكمل وجه. ويمكن شفتوا بعض الأسطوانات اللي اكتشفتها مؤسسة المواصفات والمقاييس والتلاعب اللي حصل فيها موجودة وأطلعناكوا عليها، وهذه أمانات موجودة هذه ما إحنا يعني هم اكتشفوها يعني كمؤسسة مواصفات ومقاييس. ضم للأنباء قمر الحقيقة.